راح نشوف اليوفي، اليوفي من أجل الوصول، نعم يضع ملك الكرة في المرمى، يتقدم أبناء لافيكيا سينيورا، يتقدمون بالضربة الأولى. إليبيان كونيري يسجل أول أهدافه في هذه المباراة، هدف يفتتح من خلاله النتيجة. ملك إن غاب فلاوفيتش فهناك ملك، إن غاب من غاب سيكون هناك من يضع ويتكفل بوضع الكرات في المرمى. اليوفي يفتتح النتيجة في مرمى لفروزينوني، لعب وتوصل لويا، يا السلام، وصلت إلى ملك، انطلاقة لليوفي، محاولة إلى الأمام، كرة أمامية باتجاه ماكيني، يستقبل الكرة ماكيني بشكل ممتاز، ممكن التسديد، التفكير في ذلك، هذه عرضية، أوهوهو، جول! تجد الضربات، يظهر ملك مرة أخرى ويسجل هدف ثاني في هذه اللحظات من ضربة ممتعة ثانية في مرمى، في مرمى الفروزينوني. ملك يضع الكرة في المرمى محرزا هدفا ثانيا لليوفي، هدف ثاني لليوفي، هدف ثاني للافيكا سينيورا في هذه اللحظات. شوف اللقطة، شوف اللمسة، شوف تمرحل الكرة كيف وصلت إلى ماكيني، ماكيني هذا من نظرة تقرب البعيد، وصلت هنا لماكيني، ماكيني استقبلها هكذا، وهوبا اوهوهو، هدف ثاني قيمة عملاق كبير، ملك وثلاثية، هذه المرة يسجل أيضا ملك ثلاثية، هاتريك، هاتريك، وينضم إلى كتيبة الهدافين في هذه المباراة، يصل إلى رقم بوني هداف بارما بثلاثة أهداف، يسجل الهاتريك ملك ويسجل الهدف الثالث له شخصيا في هذه المباراة والثالث له في هذه البطولة، إذا هدف ثالث في ليلة قد تكون مهرجان أهداف بالنسبة لليوفي، في ليلة تذكر الجميع بما فعله اليوفي بهذه البطولة، خطأ كبير في لحظات كنا نتحدث عن عمالقة في حراس المرمى، يخطأ خطأ كبير ماريو كاري وخطف الكرة بشكل جميل من لوكاتيلي الذي لم يتأنن فيها وأرسلها بالطريقة جميلة لملك، ملك يضعها في المرمى محرزا للهدف الثالث، ممكن إرسال كرة في وضعية ممتازة، أوهوهو! الله! يلدز يتكفل بالرابعة في مرمى الفروزينوني، يتكفل بالهدف الرابع هذه المرة، ينضم لملك على مستوى تسجيل الأهداف، يسجل الرابعة بتوقيت السيدة العجوز، الرابعة بتوقيت اليوفي، أربعة أهداف في مباراة مهرجان الأهداف، المباراة التي يريد أن يذهب من خلالها اليوفي وهو مفردا العضلات باتجاه لاتسيو في نصف النهائي، عارضا للعضلات باتجاه لاتسيو، ما هي إلا رسالة، ما هي إلا رسالة للاتسيو، انتظروني فأنا قادم. هذه المرة يسجل الهدف في مرمى دي فرانشيسكو.